يوم ده ساعته بيجي فارغ ما فيه اي شيء. الو ايوه ستي النافر. ايوه يا ذكيه ازيك عامله ايه؟ الله يسلمك. كويسه حبيبتي؟ الله يبارك فيك. والسر عامل ايه؟ لا جوزك جوز. والعيال؟ الحمد لله اولادي تمام وراجلي تمام الحمد لله. انت كيف؟ اولادك كيف واهلك كيف؟ ايوه انا الحمد لله كويسه، انا تمام وجوزي بيسلم عليكي وعيالي الحمد لله تمام. الحمد لله. هذا شو انت داير شنو ضربه ليلى؟ الا يا ست النافر فاضيه اجي اشقر عليكي، اصل انا قريبه. تجيلي في البيت؟ اشقر عليكي اقعد معاكي شويه كده. بقالنا كتير ما قعدناش مع بعض. نفسي اشوفك ونفسي تجينا، لكن والله بيتنا ده مليان ضيوف وعدنا ناس كتار شديد، يعني مقلوب فوق تحت، وصراحه كله ضيوف. والله انت ما فاهمه، من اللي بدك ترس؟ انت ما فاهمه والله مليان البيت ضيوف. لما أنا فين الضيوف يا ست النفر؟ انتي ما عارفة الضيوف؟ هسي طلعوا أول ما انتي دقيت الباب، يعني من دخلتك طلعوا من الباب الورق طوالي طلعوا، يعني سبحان الله أنا كنت دايرة تلاقيهم صراحة، لكن إن شاء الله المرة الجاية. والله أنا كمان كان نفسي أشوفهم، بس يلا دينا قاعدين. قاعدين. نورتي. قاعدين ها؟ نورتي. بنورك يا حبيبتي بنورك. تشربي شنو يا ذكية؟ ولا شكلك مستعجلة؟ لا انت شكلك مستعجلة، انت عارفة المرة الجاية لما تجي هعمل لك دا كيس شاي وظبط لك القعدة، لكن انت شكلك هسي مستعجلة، فخلاص المرة الجاية ان شاء الله. انا مش مستعجلة خالص، لا ده انا قاعدة معاكي للفجر، ده احنا هنتسحر سوا وهنقعد سوا، انا جوزي هنا قاعد على راس الحرف القهوة مع اصحابه، فلسه قعدتنا للفجريات بقى حتى نصلي الفجر سوا. شفتي انا زارته السحور ده اهم حاجة، اهم وجبة لازم تطبخيها لراجلك يعني في بيتكم. لا هو قاعد مع اصحابه، المهم ان انا قاعدة هنا اهو. نورتي. بنورك. عايزة اشرب اسمه ايه ده؟ لبلدي. تبلدي. ايوه تبلدي. عليكي نور تبلدي. يا توسل جيبي لخالتك دي تبلدي، كوبايتين تبلدي. خلخي ضروسة. قلتي حاجة؟ لا سلامتك حبيبتي. الله يسلمك حبيبة. حبيبة قلبي. قال صحيح، ايه رايك في طبق رز بلبن اللي انا اديتهولك اليوم اللي فات؟ الرز بلبن؟ ايوه خلينا ندوق الرز بلبن بتاع ذكية ده، قالت رهيب لكن اشك في الموضوع ده. استغفر الله العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ذكية. عملتي فيه شنو؟ هو الرز بلبن شنو اصله عشان يعمل فيه كده؟ لا حول ولا قوة الا بالله، هسا انا ده اعمل بيه شنو؟ ما ينفع اديه لهذول اولادي، ليه ما ينفع ياكلوا؟ يمكن يحصل لهم حاجة. نهائي ما بتاكل. والله شكلي لازم امشي اديه للكدايس اللي برا، بمشي اكله للكدايس والله. وضع علي الفريسة ماتت، كان رهيب، مبالغة وانا انت عارفة لدرجة انه انا راجلي اولادي كلهم جبتهم، شفتي قعدنا ناكل لحد ما كله كمل في نفس اليوم. نهائي ما قدرنا نوقف اكل، يعني صراحه رهيب الرز بلبن بتاعي. اهو المره الجايه بقى اجيب لك معايا طبق كبير يقعد معاكي اسبوع بحاله. الا صحيح قلت لك انا على سر الوصفه ولا ما قلتيش؟ لا عليك الله، قول لي سر الوصفه عشان ما اعملها. السر هو ميه الورد. ميه الورد؟ حطيها وادعيلي. مية الورد شكلها مية نار والله، يعني ما مية ورد. حرب ونار في جدتك، هي فاكراني مش سامعاها ولا ايه؟ كنت انا لهدبه في المطبخ لما كنت صغيره عايشه في بيت اهلي، كنت دايما اخش مع امي المطبخ واعمل معاها الفطار واعمل معاها الغدا واعمل معاها العشاء، وفي رمضان اقف معاها الفطار نعمله ونطلع وصفات جديده وحاجات جديده، واطلع واقرا في كتب الطبخ واقرا في الانترنت واقرا في كل حته. ايوه امال ايه، كنت بقى في الحلويات ما توصلكيش،
حلويات الويب كريم كده اجيبها واعملها كمية وفرزنها في التلاجة وانا اعملها كده الا صحيح الا ستي انتي نمتي يا سبت النفر اصحي يا حبيبتي. انا لا معاك الحلويات. بمناسبة الحلويات الطبق بقى اللي بعتلك فيه رز بلبن عايزاه بقى الله يكرمك. شنو؟ الطبق داير شنو؟ الطبق حبيبتي الصحن ده بتاعي انا الصحن حقي في شنو كمان ده تجي تشيل الصحن مني؟ حقك حقك منين يا ست شيل نفر؟ الطبق ده بتاعي لا مؤاخذة بس انا مش هغلط فيكي عشان انتي بقيتي ست كبيرة وبدأتي تخرفي. انا؟ ايوه اصل انا ذكيه ذكيه والقطها قبل اي وليه. الطبق ده حكم لا مؤاخذه كنت جايباه من وكاله البلح سنه 94 ومكتوب تحت عليه صنع في مصر. يا استاذ الطحن ده حقي انا اشتريت الطحن ده لما مشيت مصر لما مشيت شهر العسل اشتريته من مصر كمان ده تيجي تشيل الطحن وتعمل تعمل وتسويه. انا الطحن ده اديت له قبل شهرين وقعد قعد قعد عندك لحد ما عملتيه وحقك وبعدين جيتي جبت لي فيه الرز باللبن ما مديك له شهرين ايه الا بنتك هديها تنا قاعده جنبك مع النسا ولا ايه؟ انا قصدي مش هنشوفها في بيت العدل امتى؟ البت توسل عايزين نفرح بعيالها بقى. لو سمحتي رجائي تخليك بعيده من الموضوع ده انا بنتي لسه صغيره وبنتي في جرايتها لو سمحتي ما تتدخلي في الموضوع ده تعالي تقعد جنبك بعدين تغنوا مع بعض بايرات 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 فاكره يا بنت ايام الشقاوه فاكره اما كنا في الجامعه وكان جوزك ده اسمه ايه السر وايه سر بتاع صحيح معرفش ايه ده ايوه كان قاعد في التخته وكان زي القرطاس مش عارف يتحرك وانا اللي لحلحت بقولك يا بنت فاكره يا بنت متذكره لما كنا في الجامعه وكنت بتحبي فتحي ده ولا شنو ما عارفه عاجبك فيه وشنو عرستيه وشفتي يا زوله كنت ميته فيه ومكسره فيه واهلك ما رضوا قمت انا مشيت حنكت لك امي كلمتها وقلت لها فتحي ده كويس خليهم يعرسوا وعرستوا يعني متذكره ايوه يا اختي فاكره ما انسلكيش الايام دي ونعمل سجيقه ونعمل جاره يا ست النفر هتجيبي الطبق بتاعي بقى امتى ها وكلت البلح صنيع في مصر بتاعي هتجيبيه امتى اطلعي بره اطلعي بره اوعي تاني تجيني في البيت ده صنيع في مصر بتاعي بتاع وكلت البلح ها الله العظيم اطلعي ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو بتاعي انا وزكية هاي انا زكية لحلوبة وبلقطها قبل اي ولية يا جماعة كان عجبكم الفيديو وكان دايرين تشوفونا انا وزكية برضو يعني اكتر وكده كلمونا عشان نكون عارفين وان شاء الله كده يعني يكون عجبكم وان شاء الله تكون فتحة خير يا رب ولما علينا عبيدك يا رب اعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وبنحبوكوا قوي خمسة هوانيو خمسة ايوه بقى وخمسة يلا با